Ya Rab. الإصحاح الأول. يا رب يسوع لك الشكر. نرى الجزء الأول من الإصحاح من عدد 1 وإلى عدد 14. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصدي الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك يا رب، نمجدك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب تكلم إلينا وعلمنا العلاقة اللي بيننا وبينك يا رب، وليه اخترتنا وازاي اخترتنا وامتيازات الاختيار وعملك فينا. ارفعنا فوق الدنيا يا رب، دي الدنيا دي اصلها كلها زبالة، لان العالم وضع في الشرير، ودينا جلسة روحية بناء على كلامك، يعني مش هنجيب من برا، عن وضعنا في المسيح وإرادة المسيح من اختيارنا قديسين نخدم جلاله.
تكلم إلينا فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد الأبد، آمين. هللويا هللويا هللويا. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. لو قال المؤمنون بالمسيح يسوع مش غلط، وده صح. احنا إيماننا بإيه؟ إيماننا بيه، ما عندناش حاجة تاني نؤمن بيها إلا بشخص المسيح. لكن هنا بيتكلم عن فاعلية الإيمان، إنه دخلنا في المسيح، فإحنا مش بس مؤمنين به، ده إحنا دخلنا فيه. والمؤمنين في المسيح يسوع عدد واحد، لأننا في المسيح فصار لنا كل ما هو في المسيح. لذلك نعمة لكم وسلام من الله أبينا. وهنا يقول أبينا يعني بابا وبابا، يعني أنتوا مولودين من فوق فصرتم أولاد الله، وأنا الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب الذي خبر، فبابا وبابا. فالنعمة للمسيح والسلام أعطيت من المسيح أيضا لنا، لأنه هو رأس الجسد فأعطيت الجسد. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. وهنا في أكثر مرة، مرات كثيرة جدا، يصر المسيح أنه علاقتنا مش بس وامتيازنا مش بس أن احنا فيه، لكن لأن الآب نفسه يحبنا. يعني مش بس المحبة بين رأس الجسد والجسد، المحبة أننا دخلنا إلى الذات الإلهية، الآب نفسه يحبكم. ومرة قبل كده كان بيقول أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. فهنا يعني بواثق في إيماننا بالله، فعايزين نؤمن بي. ليه؟ لأن هو والآب واحد. الإيمان يجعل العلاقة اللذيذة الجميلة المتحدة، الوحدة الكاملة اللي جعلتنا واحد في الآب والابن والروح القدس. فأي تصور إن نحب الآب يبقى نحن نحب المسيح، أو إن احنا على علاقة بالمسيح فيبقى كمان عايزنا نكون علاقة بالآب، دي عبارة عن تعبر عن الوحدة الكاملة، إنه مش بس الآب والابن واحد، لكن الآب والابن والكنيسة واحد، وحدة كاملة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. البركات التي نلناها باتحادنا بالمسيح، مبارك الله لأننا خدنا أيضا الطبيعة الإلهية، فنبارك الله. في ناس كثيرة بتبارك ربنا بالفم وهي بتلعنه بالأعمال، ده مش في المسيحية خالص. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. وأي علاقة رقيقة بين اثنين معا، مثلا زوجين أو حتى في الخدمة مع بعض في كنيسة معا، دايما بيبقى فيها البركة متداولة والمحبة متداولة. وعندنا الوصية الجميلة جدا في المسيحية، أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. ودي البركة الحقيقية، البركة الحقيقية حينما تربط قلوبنا كشعب المسيح مع بعض ومع المسيح. طبعا الله الآب والابن والروح القدس، الرباط قوي جدا، مش رباط فيه اي تداخل للشيطان، واي تدخل للشيطان يعمل اعمال
سخيفة جدا في هذا الرباط، في الوحدة الجسدية، لأننا نحن ملء الذي يملأ الكل في الكل، نحن جسده، نحن جسد المسيح. الاختيار بتاعنا ما هواش اختيار من يوم ما الإنسان آمن. ليه؟ لأن ده يلغي أزلية الكنيسة، ولما تلغي أزلية الكنيسة يبقى تتلغي العلاقة الاتحادية الكاملة بين المسيح والكنيسة، لأن المسيح أزلي. طب إذا كانت الكنيسة مش أزلية يبقى المسيح كان وقت من الأوقات راس، بس مينفعش مينفعش. فلذلك كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، العالم ده تأسس إمتى؟ العالم ده تأسس قبل آدم. طب إحنا كنا فين؟ إحنا كنا موجودين، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. اختارنا في مين؟ اختارنا في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، وادانا اللقب لنكون قديسين، وادانا الصفة اللي هي القداسة. ايه القداسة بالنسبة لله؟ عرفها على طول، ليكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، يعني بلا لوم أمام الله في المحبة، شخص الله محبة، يعني لا نفعل شيء إلا في المحبة، ولا نفكر فكر إلا في المحبة. الكلام ده طبعا الناحية العملية للكنيسة يعني لا يعني حاجة تجنن، يعني الكنيسة مش منقسمة طوائف بس، منقسمة الراجل ضد مراته، أكنها ضد حماتها، وكل إنسان وأعداء الإنسان أهل بيته. دي مش كنايس، وده مش إيمان. الإيمان مش كده خالص، دي عبارة عن هجمات شيطانية ليجعل كل إنسان منفرد كده بنفسه. ده عمل شيطاني، ده ليس عمل إلهي. لما نقرأ الكتاب المقدس أفسس اللي هي مطابقة جدا لصلاة المسيح في يوحنا 17، مطابقة جدا لكل الكتاب، مطابقة للعهد القديم مع الجديد. فلذلك يعني لسه كنت وانا بشوف يعني ربنا يرشدنا ليه، بيقول لك عزوا انفسكم كل يوم، يعني لازم الواحد يبقى عايش في وعظ على طول عشان لا يجرب، عشان لا يعطي ابليس مكان انه يخليه ينفرد كده بعيد وحده، ويتصور ان هو بينه وبين الله في مشكله، وبين المؤمنين في مشكله، وبينه ليه 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 ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اذا كان هذا التعيين سابق وربنا دعانا قديسين، ادانا الاسم سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، ده مش حاجه يعني كده ايه مفروضه عليه. المؤمنين في المسيح يسوع موضوع مسرة الله، ولازم هم يكون عندهم هذا العلم، عشان لما يكون عندهم هذا العلم يعرفوا ان واجبهم انهم يسروا الله. ما عندناش هدف تاني في حياتنا الا بالناس المسرة. المجد لله في الاعالي في ميلاد الرب، وعلى الارض السلام، وبالناس المسرة. مسرة مين؟ مسرة الله، مش سر الناس. سر الناس من كل واحد، ما عندوش اللي يسر ده ما يسرش تاني، حتى واحد ومراته اللي يسر ده ما يسرش دي. احنا مش موضوعين لسرور الناس، الناس الذين بهم المسرة. كل ده بنجده في الكتاب المقدس. طب مش حاصل ليه؟ مش حاصل ليه؟ لان اللي ماشي غلط، لان رئيس هذا العالم بيفسد الاذهان، اذهان غير المؤمنين، لكن ممكن يعملها مع مؤمن مدة يوم اتنين تلاتة سنة، لكن طبعا شوفوا نفسد النهاية. عشان كده عزوا أنفسكم كل يوم. بيتكلم بولس الرسول هنا عن ناس بيقول لك سقيتكم اللبن كأطفال. طب الأطفال دول بيعرجوا كل يوم، ما بيعرفوش يمشوا. طب إزاي؟ أيوة هم مختارين بس كمؤمنين، مع إنه عنده 60 سنة و50 سنة مش عارف يتحرك روحيا كويس. ليه؟ لأنه مغلوب. فلا
لما بنعرف دعوتنا احنا ايه ومركزنا ايه في المسيح، احبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. يعني ايه؟ في اكثر من شخص هنا، مش بس الشيخ عادل قالها لي طبعا اول ما جه، لكن كذا واحد قال لي انتوا مش كنيسة، انتوا عيلة. ليه؟ هم الكنيسة ايه؟ يقول الكنيسة خلاص خلصت الكنيسة، كل واحد هرب، مفيش لقاءات، مفيش وقفات، مفيش مودة، مفيش محبة، خلص الموضوع خلاص، الكنيسة قفلت. ده كلام ايه؟ واحد تاني يقول لي ما عندناش رعاية خالص، دي كنيسة تاني. ليه يعني ايه مفيش رعاية؟ وما تبقى الكنيسة ازاي؟ اذا كان راعيها الراعي الصالح، مش بيرسل ارسل رعاة ومعلمين. كل ده خطأ جدا. التعليم الحقيقي احنا جسد واحد، احنا عيلة واحدة، رأسها المسيح ونحن أعضاء المسيح، لأن المسيح رأس وجسد. احنا موجودين هنا، احنا هناخد عدد 5 وبعدين نشوف موجودين ده عدد 6. عدد 5 اختيارنا، إذ سبق فعيننا. إمتى؟ قبل الأزمنة الأزلية. هنا بيقول قبل تأسيس العالم، في مكان آخر قبل الأزمنة الأزلية. خلينا في تأسيس العالم. قبل تأسيس العالم سبق فعيننا. إيه ده؟ طبعا عجيب، كلام عجيب جدا. سبق فعيننا، يعني السرح بتاع الإسلام. طبعا هم مصدقين السرح ده، احنا عايزين المؤمنين يصدقوا الحقيقة. السرح بتاع الإسلام ده ان محمد كان موجود قبل آدم، هو أبو آدم. ازاي؟ معلش مش مشكلة، يقولوا له عايزينه. أول خلق الله هو محمد، هو في الكتاب المقدس أول خلق الله الديناصور، هو الديناصور بقى لو طبقنا ده مع ده يعني. فمذكورة في أفتكر في أيوب. ف بيصدقوا الخرافات. طب احنا مختارين قبل تأسيس العالم، دي نعمة غنية. الله هو اللي اختارنا، هو احنا لسه ما توجدناش، لكن هو له حق انه يختارنا اما نتوجد. طبعا، امال ايه؟ امال عايز يجبر على جوازه؟ يجبر على جواز ابنه؟ ما يجبرش، هو اللي اختار، هو اختارنا قبل تأسيس العالم. طب ما ايش الحقيقة دي؟ كما اختارنا فيه السابق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. اتبنانا بيسوع ليه؟ ما هو الرأس، هو الرأس، وهو الفادي، وهو الغافر للخطايا، وهو المقدس، المقدس والمقدس، المقدس والمقدسين، هو واحنا كيان واحد. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. مش قال هنا الآب، لكن لنفسه يعني لله، الآب والابن والروح القدس، لنفسه. وده موضوع مسر جدا، وده اللي خلاه خلق العالم وخلق آدم وعمل له الجنة، وكل ده حصل لأنه هو بيحبنا. الفكر الثاني رهيب ملوش معنى، ازاي ربنا خلق العالم علشان العالم يروح جهنم؟ لا، ما خلقوش عشان يروح جهنم، ما خلقش الانسان عشان يروح جهنم، هو خلق الانسان ليه اراده حره، هو يختار عايزه ايه. ليه؟ لانه ما يقدرش يخلق انسان بلا اراده ويبقى شريك الطبيعي الالهي. يعني اذا كان الله له اراده حره، يبقى الانسان لازم يكون له ايه؟ نفس الاراده. بكل الذين قبلوه، لكن ما رفضوا خلاص، لأنه هو إنسان حر يختار يقبل أو يرفض، لأن السماء كلها حرية، ما فيش حد هناك مربط أنك لازم تبقى أنت عبد لله، أو مش بس عبد، محب لله وشريك الله وشريك الطبيعة، ما فيش حاجة اسمها إجبار. فالكتاب المقدس يبين طبيعة الله حاجة رقيقة رهيبة، في العطاء، في الحب، في السخاء، في الكرم. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. يعني
لنفسه، يعني زي ما المسيح يقول يابا، احنا نقول يابا الاب، بقينا كلنا اولاد الله. الله اي الاب والابن الروح القدس، اي شركاء الطبيعه الالهيه في الذات الالهيه. نحن جسد الابن، نحن ملؤه، ملء الذي يملا الكل في الكل. سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئة رب. فرحان خالص، فرحان خالص. وهذا الأمر لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. عشان كده يقول لك أنا خلصت بالأعمال وأنا لازم أعمل إيه يا ابني؟ أنت بتضيع حقيقة النعمة. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. تخيل السماء هناك وكل واحد بيفتخر بالعمل، تبقى كارثة. الكنيسة هنا، خلي كل واحد يفتخر بالعمل، ما تبقاش كنيسة خالص. أنا تبرعت بالحكاية دي، أنا تبرعت بالحكاية، أنا خناقة كل يوم، أنا تعبت في الموضوع ده، أنا تعبت. إيه هو ده؟ إن لم يكن إحساس كامل بنعمة الله وبعمل الله في الإنسان والمجد كله لله، ما تبقاش كنيسة، ما يبقاش جسد. اي بيت اسمه بيت منقسم على ذاته، لا مش انا، لا انت، لا هو ده. كم وكم بيت الله الذي هو نحن، لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. طبعا المحبوب هنا بيذكرها بولس بناء على هو محبوب طبعا من الرب الابن الحبيب الذي به سررت، لكن محبوب مننا احنا، ده عرسنا، ده اللي خدنا، ده اللي وحدنا، ده اللي هيظهر على السحاب لاختطافنا وسيمجدنا. هو كل شيء في حياتنا، كل شيء في حياتنا. في كانت مكالمة اصلا قبل ما الكنيسة على طول، ففي اتنين، واحد مصري قوي والتاني مصري لكن مش هو مش مصري، يعني عربي لكن ايه ما يحبش مصر مع انه بيقعد فيها كذا شهر. فليه اتنين اصدقاء يعني، فبيقول له ليه ما بتحبش مصر؟ والاتنين العكس، اللي بيحب مصر ما بيحبش امريكا، ودوك اللي ما بيحبش مصر بيحب امريكا. فالمناقشه بقت فيها يعني ايه خناقه شويه. قال له مصر ما ادتنيش الجنسيه. ليه؟ لأن هو أمه مصرية وأبوه سوري، وللأسف الإسلام في مصر يقول لك جنسية الأب، الأم ما تنفعش، دي كروديا كده بتنجس الإنسان، ما عرفش نظام عجيب، فما ادهوش الجنسية المصرية. وبعدين هنا أمريكا ادته الجنسية الأمريكية، ده اللي ادوني الجنسية، ده اللي علموني، ده اللي صرفوا عليا، ده اللي طيب. أنا بقول ناقش ليه بس إنها حصلت فيها. طيب تعالى يا عم أنت، هو ربنا ادانا ايه؟ الجنسية السماوية. وادانا ايه؟ ما اعرفش التاني مؤمن الله بتاع السوري ده. وادانا ملكوت السماوات. وادانا نتحد بشخصه في شخص المسيح. وادانا نكون وارثين. وادانا اننا نور للعالم وملح الارض. يعني انكر جوده ازاي؟ ما احبوش ازاي؟ امال احب مين؟ اعبد مين؟ اتلذذ بمين؟ اتمتع بمين؟ الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. دي بعد كلمه المحبوب على الست، حسب غنى نعمتي. وكل شويه غنى نعمتي، غنى نعمتي، نعمتي التي اجزلها لنا بكل فطنه، جايه بعد كده التي اجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. ايه الاجزال بقى؟ اقول لنا يا بولس ايه؟ ما كله احد حاجة ليها معنى، اختارنا فيه ليها معنى، بين قديسين حسب مسرته ليها معنى. طب ايه بقى اللي انت جبته في الاخر ده؟ تعبير جديد، انه اجزلها لنا، ده على التمانية، بكل حكمة وفطنة. يقول لك تخيل، شوفوا راجل، راجل فاهم. ده كان مين ده؟ ده كان ضد المسيح. يقول لك تخيل عرفنا بسر مشيئته. ايه ده؟ ما هو بولس اصله كان رجل الاعلانات وفرط الاعلانات،
ربنا خاف عليه يفتخر فداله ملاك الشيطان يلطم. عرفنا بسر مشيئته. انت عارف سر مشيئته؟ اه معرفني. ما اللي بيكذب؟ اذ عرفنا بسر مشيئته. طب فسر لنا شوية لحسن، احنا غيرك يا بولس، احنا لسه يعني في، انا بالنسبة لي انا شغل العيال ده يعني. يقول لك ده مشيئة الله وسر مشيئة الله، انه حسب مسرتي، المشيئة التي تسر الله، المشيئة التي نابعة من سرور الله، بسر مشيئته حسب مسرته وقصدها في نفسه. يعني حاجة سر كده جوه الله، والله قرره ونفذه وبيقوله لنا. إذ عرفنا، بيعرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. لنا بقى خبر إيه اللي عندك ده؟ أنت كفاية شوقتنا أوي. يقول لك لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح. أي لا خلاص إلا في المسيح، لا وجود لخطيقة أخرى إلا في المسيح، لا سماء جديدة ولا أرض جديدة إلا في المسيح، لا أحد أبدي إلا في المسيح. خارج المسيح كله فاني، كله ضايع، كله خراب، كله ضد الله، كله تبع الشيطان. فيا إما في المسيح يا إما في الشيطان، بس مش حاجة ثالثة. الكيان الإلهي في المسيح ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات حتى السماء الجديدة في المسيح، وما على الأرض، الأرض الجديدة في المسيح، في ذاك الذي فيه احنا كمان لنا النصيب ده. يا بيته في المسيح الذي هو الكيان الوحيد الأبدي، يجمع كل شيء في المسيح. هتكون حتة مفاجأة فوق في شوية الناس كله، مش بس المسلمين، على غيرهم ده يعني حاجة عجب يعني. لكن على الملحدين وعلى الماشيين ورا بوزة وعلى فاكرين نفسهم طيبين عشان بيعملوا خير ولا بيخترعوا اختراعات، يا ابني ده ما فيش إلا في المسيح تبقى أنت في الحياة. لأن المسيح هو حياتنا، المسيح هو الواهب حياة للبشر. بإيه؟ بفدائه، بدمه، بكفارته، بأنه صالح البشر مع الله. اللي ما يقبلش هذا مستحيل يدخل فين؟ يدخل فين ويلاقي مكان فين؟ ولما دخل المثل التصوير اللي قال المسيح المستحيل يحصل يعني، لما دخل واحد مش لابس لباس عرس، باين قوي، باين قوي المكان مليان، ايه ده؟ واحد هناك، ايه ده؟ انت مين دخلك هنا؟ سكت، اطلع بره. مش هو اللي طلع، ربطوه من ديه ورجليه ورموه بره، فين؟ في الظلمه الخارجيه. هنا ما فيش الا لباس العرس. الابديه السعيده كلها في المسيح يسوع. ليه؟ لان العالم كله ربنا خلقه لادم. ربنا يخلق العالم ليه؟ هو يعني بايه؟ خلقه لآدم، هو خلق آدم عشان عايزه، دي مسرة الله، إن في خليقته اللي على صورته اللي بإرادة الله فيها، اللي فيها إرادة الله، الوضع فيها شبهه على صورة الله، إنها تكون معاه في الأبدية. ده سرور الله. السرور ده بعد خطأ الإنسان مستحيل خلاص. إذن لابد من الفداء. إذن الطريق الوحيد لعودة الإنسان إلى الله هو دم يسوع المسيح، هو شخص المسيح. وشخص المسيح كان ده معروف قبل تأسيس العالم، أن ربنا عارف أن آدم هيغوى ويسقط لأنه هو تراب، لكن ربنا إرادته ما يسقطش، لكن سقط. يعني قال أنا هديله جو لذيذ قوي وهعمل له جنة ما حصلتش في الوجود، والأرض كلها خراب إلا الجنة دي، ومفيش دقيقتين كلمت الحياة وحوقت. بس كان في ترتيب إلهي إن الدم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. ليه؟ لأن القصد الإلهي ليجمع كل شيء في المسيح. طيب الأشياء اللي مجموعة في المسيح دي بتتخانق مع بعض إزاي؟ مستحيل.
فشلانة. ازاي؟ مستحيل. المؤمنين المجموع في المسيح ده كل حاجة، الأرض والخليقة وكل زي ما سوعنا السماء والأرض وكل، والمؤمنين الكنيسة اللي هي جسد المسيح. جسد المسيح ده بكرة لما يوصل السماء كده في مشاكل، كلام ايه الفارغ ده؟ كلام ايه؟ ما يتسمعش. طيب في الدنيا يكون ايه؟ مفروض يكون كده، بكده نمجد الله، بكده نمجد الله. في واحد قال تعبير يعني جايز دي اثر كتابي انا مقتنع بيه يعني مبسوط بيه التعبير ده، قال لك كل واحد فينا خلق ربنا كسر القالب بعده، ما فيش اتنين زي بعض في الوجود. انا ما شفتش اتنين زي بعض خالص، ان كان شكلهم مش ببعض لا تفكيرهم مختلف، ان كان تفكيرهم متفق مع بعض الى حد ما، ما فيش حد تفكيره زي التاني بالظبط، الى حد ما تلاقي الطبع مختلف، حاجات كتيره جدا مختلفه، واي حتى اتنين حميمين جدا في علاقه زوجيه واضح فيها مخالفات. مره قال لي انا واحد قال لي انا مبسوط جدا بالخلافات ومراتي بنكمل بعض، انا شخصيا فيها مختلفه عني كتير قوي، هي لارج جدا وانا راجل غلبان قوي، مع ذلك يعني ما فيش، انا في رايي يعني ما فيش اسعد مننا الا الناس اللي معانا في الكنيسه هنا، بره ما اعرفش بيعملوا ايه. فاذا كنا واحنا مختلفين ونحن في المسيح بنتخانق على الاختلاف يبقى مجانين. ازاي نختلف؟ الاختلاف مهم جدا. ليه؟ لك لو كان الكل عين يبقى فين الودن؟ بتكلم على الجسد الواحد بولس، لكن لو كان الكل مثلا ايه هادي كده وبرطه وما بيشتغلش، طب فين الهمه عشان نشتغل؟ لازم واحد هادي شويه الثاني يعني قلبه واكله شوي، لازم واحد يعني بيشجع الثاني في ضعفاته، ده يشجع ده في ضعفاته، ربنا خالق وقاصد كده. والكنيسه مليانه مواهب، مش موهبه واحده كلها، مليانه مواهب عشان نكمل بعض. فبيقول هنا الذي فيه ايضا نلنا نصيبا باجتهادنا اطلاقا. دي كلمه شيطانيه. امال ايه؟ ده بيقول معينين سابقا، ده انا متعين سابقا بالمهمه دي. وانت يا مؤمن مين معينك؟ ربنا. مين معيني؟ ربنا. طب انا اقبل تعينك وما اقبلش؟ ده لازم اقبل، لان الله هو اللي عيني في المكان الفلاني، ولازم انت تقبل، ولازم كل فرد فينا يقبل. ما فيش حاجه من بشر، مفيش حاجة من بشر، مفيش بشر ما يعملش إلا الشر. زي السياسة، السياسة دي سياسة، ما عرفت سمعتوا الخبر ده ولا إيه؟ إنه بعد ما أوباما وقف وقال أنا مش عارف هعمل فيتو عشان أمشي، والجماعة الجمهوريين ضده وشوف لا لا هعمل فيتو، وبعدين في الآخر خطر ببالهم كده، ما أعرفش واحد من مشهور كده مش عارف مين فيهم في الحكومة الأمريكية يعني، مش عارف رئيس الجيش ولا وزير الخارجيه ولا وزير ايه، فقال لو حسوا ان هو ايران ممكن ما تنفذش الاتفاق بالظبط، وهي مش هتنفذ هم ما يعرفوش المسلمين شكلهم ايه، ما تنفذش الاتفاق بالظبط، قال لو ما نفذتش الاتفاق بالظبط هنحارب ايران. راح رد عليه القومندان الكبير الايراني ده، الشيخ الكبير بتاع لو فاكر نفسه ربنا ده اللي هو الشيرازي ده، ده احنا نعمل انتوا بتتخانقوا قبل ما تتموا الاتفاق. دي الدنيا كده، الدنيا كده، الدنيا كده، الدنيا كلها معارك لان الشيطان يصد عليها. اما الكنيسه فسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ افكارها وقلبها في المسيح يسوع. مع اختلافها كل واحد ليه مهمه وليه شغل وليه عمل. الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا. يا ربي لو كل واحد يبص للتاني ده معين من الله سابقا لهذه الوظيفة، ده يحبه حب ده معين من الله، معين من الله، أيوة مش مؤمن، معين من الله، دي الحلاوة دي. وبيكلمني تصور متواضع وبيكلمك، ما تتأخر، معين من الله يا مؤمن،
انسجام كبير قوي، انسجام كبير جدا في الجسد الواحد، لا انشقاق اطلاقا. حسب قصد، والتعيين ده حسب ايه؟ حسب بيسألوا السيسي مرة الزهر قبل سميد اللي قبليه ده كان اسمه المسلم، ده كان بيختار العشيرة بتاعته، فهم سألوا سيسي ده قبل ما ينتخب يعني، قالوا له طيب انت هيكون الطقم بتاعك يعني ايه؟ حسب الثقة، الثقة يعني العشيرة قصدهم العشيرة، حسب الثقة ولا حسب الفطنة أو حسب الدراسة أو حسب مش عارف، قالوا كلمة كده تحمل الحاجات دي، حسب الثقة ولا حسب الكفاءة؟ أيوة برافو عليك يا ولاد، حسب الكفاءة. فالراجل أجاب إجابة حكيمة، أنا ما يعني ما ليش أنا اتجاه عند حد، ولا ليا بيني وبين حد مشاكل، ولا بيني وبين حد مودة، ولا مدينني حد، ولا أنا مدين حد، يبقى ما عنديش إلا إيه؟ إلا الكفاءة. هنا بقى لا سخ لا كفاءة ولا إيه؟ ولا عشيرة. ما الحسب إيه بقى؟ حسب قصد الذي يعمل كل شيء. دي بقى تكتم كل بشر، ربنا قاصد كده يعين فلان في المكان الفلاني، وقاصد يشيله. ما هو ربنا بيشيل كتير، بيغير كتير، لأن ربنا ديناميكي مش صديقي بلد عين خلاص يقعد للأبد. لا، يا ما ناس فين وبقت فين، إما تحت طلعت فوق أو فوق نزلت تحت، فعمل الله حسب قصد الذي يعمل كل شيء. حسب إيه؟ لا ثقة ولا كفاءة ولا بتاع. أما الحسب رأي مشيئتي، هو عايز كده. القصد المشيئة واحد، لكن جابها مرتين. حسب قصد، قصده يعمل كده، الذي يعمل كل شيء، لأنه بيعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. ده يخلي الواحد فينا يقدر جدا خدمته مهما كانت، ويقدر جدا وضعه في المسيح، ويقدر جدا وضعه في الجسد، ويحترس تماما أنه ياخد التعليمات من الله مباشرة لينفذها، لأنه سيعطي حساب للرب مش لبني آدم، سيعطي حساب لله، سنعطي حساب عن كل كلمة وكل عمل وكل قصد وكل نية وكل فكر أمام الله، لأنه هو ادانا كل ده عشان يكافئنا، مش عايز خصوصا بعد مكتوب لأنه ليس شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، فمش عايز يضربنا في الأرض، مش إذا كان شال الدينون اللي علينا فوق ومع عايز يضربنا في الأرض، يضربنا ليه؟ ويضربنا ليه؟ حد فينا يحب يضرب ابنه وكده عشان يتسلى؟ لا، الضرب بيجي لما يكون في إنسان تايه، خروف ضال يرجع ورا يجيبه. فإدراكنا إنه كل شيء في حياتنا حسب قصد الله وحسب مشيئة الله، وإن الله ممسك كل شيء، إحنا وغيرنا في كل البشر، في كل الجماهير، إذن لنكون لمدح مجده، شغلتنا نمدح مجده، مجد الرب. مرة ربنا وداني حتة اسمها فيرهيفن، أكيد تعرفوها كلكم يعني، بيت مؤتمرات في اسكندرية هناك، و قدمت هناك مؤتمر، كنت موجود يعني مش فاكر، افتكر غالبا كنت رحت بمؤتمر رسول دبار يعني، وبعدين جه مؤتمر بعدين رسولي، فراح دعوني الخدمة، فقعدت يعني بعض المؤتمر قعد معايا وبعض مشي مش مشكلة، فقعدت في مؤتمر رسولي. وبعدين فاكر بعد كده انه يعني اشكر ربنا، جه مؤتمر تاني وعرف انا موجود، من خادم اعتذر راح دعوني الاخر، فقعدت يمكن حوالي 3-4 مؤتمرات ورا بعض، مفيش مؤتمر منهم لكنائس كل واحد كنيسه غير التاني، مفيش كنيستين زي بعض، كل كنيسه غير التاني، مفيش مؤتمر ما سمعتش فيه خلاص نفوس، الرب اشتغل مع دول ومع دول ومع دول ومع دول، لانه هو
كل واحد مشكله شكل معين، وبحسب أمانة الإنسان في إتمام مشيئة الله في حياته بياخد ثمر. فأنا طلعت من المؤتمر هي يعني بعديها قعدت شهر وشوية شهر وشوية هناك، طلع ده ربنا بتاع يا أخي كل الطائف وكل الطائف فيه، اللي يمشي حلو ياخد مكسب يكسب للرب، اللي يمشي وحش ربنا يقدبه. لكن طبعا الحقيقة إن كلمة طائف مش موجودة في المسيحية. طب ما ينسجموش ليه؟ غلط غلط طبعا. ليه ما يبقوش كنيسة واحدة؟ غلط 100% غلط. لكن لا ندين أحد، لأنه في كل كنيسة في مؤمنين، وربنا بيستخدم كل إنسان. تختلف مكافة الإنسان بمعرفته الحقيقية بالرب، ماشي حسب الكتاب أو نص الكتاب أو ربع الكتاب أو تربع الكتاب، لكن أهم ده مؤمن مسافر الأبدية. النقطة هنا إنه مفيش صوت يرتفع ضد معرفة الفادي، وده اللي قاله بولس الرسول، إن رسالته إنه محامي عن الإنجيل وتثبيته، يعني كلام الله لازم كلام الله ما يتغيرش. هنا ده نداء كل شخص مؤمن ومرسل من الله هذه الإرسالية، كلام الله هو كلام الله، كلام بشر يتشال، كلام الله تثبيت الإنجيل، محاماة عن الإنجيل وتثبيته، ده لازم. يعني ينبغي أنه يعلن هذا تماما. أما مؤمن ضعيف، مؤمن قوي، مؤمن عنده ميول دراسية، مؤمن عنده ميول تعزياتية، ده كله ماشي طول ما تبع الكتاب المقدس. وبنجد الحقيقة مدح مجد المسيح موجود في كنائس متعددة جدا، نشكر الرب في كل الكنائس، حتى كنائس تقليدية فيها ناس قديسين وفيها خدمات زي دي، والغريبة بيبقوا عارفين بعض والناس عارفاهم كمان، نشكر الرب. لنكون لمدح مجده، دي إرادة الله لنا ككنيسة، نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. يعني إيه؟ سبق إيماننا بالمسيح ورجاءنا في المسيح، وإحنا ملناش غيره. كلمة مشهورة، فاكرين كان عندنا شخص كده قريبي كده سبقني للسماء، يقول لك ملناش غيره ملناش غيره، ده يبقى الجد الأكبر لشايلو اسمه عمو صمويل، سافر بنعمة الله. لنكون لمدح مجده، نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا في المسيح، إحنا في المسيح، مالك يا في المسيح يا خلاص حرمت، أنا في المسيح. في المسيح في إيه؟ أنت شايف جوه إيه في المسيح ده؟ ضلمة؟ ما فيش ضلمة خلاص، نور. فرح خلاص، اللي في المسيح فرح الرب وقوته. اللي كانوا معانا خدمة الصبح في حبقوق 3، لا بقر في المزاود وأكذب عمل الزيتون والحقولة تصنع طعام، فيش حاجة خالص، فيش حاجة خالص، فإني أبتهج أنا، أبتهج أنا عشان ربنا أنا فيه وفي، مع أن يقول حبقوق ما يقدرش يقول كده، ما يعرفهاش قوي يعني، لكن أبتهج بالرب وأفرح بإلهي خلاصي، الذي فيه أنتم إن سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم. ده الختام بتاعنا، خدنا قبل كده ان كل مدح مجده نحن الذين قد سبق رجاءنا في المسيح. نيجي بقى لختام موضوع النهارده، الذي فيه في المسيح ايضا انتم ان سمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم. حصل ايه؟ قبلنا مش رفضنا وسررنا. مين فاكر يوم خلاص؟ ذاك انا بالنسبه لي كان حته يوم، افتكر كلنا كده يعني، يا رهيب، كان رهيب بالنسبه لي طبعا، لان انا كنت زفت خالص، وفجاه اعرف شخص اسمه المسيح ومات لاجلي، لكن افتكر كل واحد فينا شعر بكده. الذي فيه ايضا انتم ان سمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم، الذي فيه ايضا بعد ما سمعته امنتم
اتختمتم بروح الموعد القدوس. ايه الروح ده؟ روح قدس طبعا، يعني روح الموعد القدوس يعني انت بتاعي بالضبط. زي مثلا الدول الراقية لما تبعت جاية في البوسطة 99% 9 من 10 بيوصل، طبعا في بلاد تانية ما بيوصلش خالص او يوصل مرة وعشرين، لا اي حاجة مش مشكلة. لكن هنا بقى الختم ده 100% الف الالف، انت ابني هتقابلني فوق، الابن يبقى في البيت الى الابد. طب طول ما انت ما جيتش البيت وقعت في الدنيا بتعمل ايه؟ مدح مجد نعمتك يا رب، ماليش غيرها، لمدح مجد نعمته الى ان ياتي الوقت. واي طريقه من الطرق مش مشكله، الطريقه تقول لي تعالى. يا سلام، مين قال لمين تعالى؟ بس كان في الارض هنا. بطرس قال لي يسوع ايه كنت انت هو فمرني ان اتي اليك الماء الى الماء، قال له تعالى جري مشي. بطرس الدنيا لسه في الدنيا، احنا مش هنكون في الدنيا وقتها، تعالى في ثانيه هنوصل فوق، في ثانيه هنوصل فوق. الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو بقى ايه؟ العربون بتاع الميراث. ما دمنا اولاد، دي في رساله رومية، فنحن ورثه، بس لازم نتالم عشان الميراث يكون كبير فوق. الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. اهم حاجه في حياه اي انسان، انت ابن ولا مش ابن؟ بس هو ده المهم جدا، ابن ولا مش ابن؟ ابن لازم تنمو في النعمه، لازم تدرس كلمه الله، لازم تكون طايع للرب، لازم تكون لازق في الرب، لازم يكون لك الحياه يا المسيح والموت والربح. سيبك من كل الام الزمان الحاضر واللي هيحصل، كل كلام فرق، بالعكس الالام بتجيب اكاليل كتير. كان بولس بيفتخر في الالام والضيق، يفرح لما يجي له الم. ما دمنا أولاد فنحن ورثة، الذي فيه في المسيح أيضا إذ ختمتم، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجدي. حتة أربع كلمات في الآخر يلخص بها الكلام كله من أول أصحاح واحد لغاية عدد 14. الذي هو ايه؟ العربون. حد يبقى دفع عربون وما كملش؟ ممكن في الدنيا هنا، ممكن في الدنيا هنا يحصل كده. طب في الأبدية داك الروح القدس يا انسان ما كملش ازاي؟ ليه؟ يعني أنا مثلا إنسان بيرجع في كلامه لما يكون عنده فايدة. نرى اتنين شيوخ في كنيسة، بس ده في كنيسة وكنيسة تاني، فواحد قال له أنا عايز اشتري، كان عنده أرض عايز يبيعها، يعني قال له دهاني ودفع العربون. شيخ واحد ألف وشيخ بيه، شيخ بيه دفع العربون شيخ ألف. الراجل ده مجيء، فالراجل إيه قاله تاني؟ واحد تاني خالص مش شيخ ولا حاجة اسمه جيم، فراح عرض فعل سعر أكتر شوية للألف. فراح مرجع العربون اللي به، قال له خلاص جنن، وقعد يدور على آية في الإنجيل فلا آية. افتكر في سفر المزامير أو عن الصديق يقول لك يحلف للضرر ولا يغير. فحصل المشكلة ان اثنين اصحابي، قال لي هتعمل ايه؟ قلت له اعمل حاجة خلاص، انسى الموضوع يا اخي مش مشكلة، مش هو لقى حاجة يكسب فيه اكثر؟ اخوك حبيبك يعني، انت دور حاجة تاني، اتحلت الحكاية. طيب ربنا بقى دفع العربون، العربون ايه اللي يخليه يلغي؟ اذا كان هو خلقنا حسب مسرته وحطنا في المسيح واحنا يعني نني عين الله، ده احنا اللي
ده احنا المفروض نعرف ان ينبغي ان نكون امناء امانة كاملة، دفع لنا عربون من عند الروح القدس، صرنا شركاء الطبيعة. ليه؟ هو الغيظ مش ممكن يتلغي، ولو حتى يعني ضللنا ان ارتدينا، يقولك نحن لسنا من الارتداد للهلاك، هيضربنا هياخدنا فوق عنده في الارتداد الهلاك ده اللي هو اللي ما امنش خالص. المهم اللي اهلك اطلاقا، الابن يبقى في البيت الى الابد، فالعربون مدفوع لازم هنوصل فوق، بس بدل ما نوصل بضرر بغبائنا نوصل براحة لعزنا، نوصل بسلام، نعيش في الدنيا في سلام، وناخد سلام أبدي مع الرب. سالموا جميع الناس قدر استطاعتكم، نسلك باستقامة أمام الرب، نحفظ الوصية، ندرس الكتاب، يدينا الرب روح الحكمة والإعلان في معرفته، وكل ما ننمو في النعمة، كل ما ننمو في السلام، وننمو في الحب، وننمو في الطاعة، وننمو في التلذذ بالرب، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين. نسمع ترنيمة خاصة، وبعدين أخونا ميلاد يجمع لنا التقدمة، ونختم بالصلاة الربانية. هاليلويا. اتفضل يا جماعه التقدم وصلي لنا. شكرا حبيبي، ربي يبارك فيك.
هللويا. شكرا حبيبي، كتر خيرك.